فايلر المدير الفني للنادي الاهلي، بنقول له كل سنه وانت طيب، مدير فني مميز، نتمنى له كل التوفيق مع النادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه. وفي الحقيقه هو بقاله يعني سنه تقريبا وشهر داخل، او سنه تقريبا، مدير فني النادي الاهلي، حقق بطوله السوبر وفي طريقه لتحقيق بطوله الدوري. نتمنى باذن الله تعالى ان هو يقدر يحقق طموح جمهور النادي الاهلي بفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. عايز اطمن كمان جمهور النادي الاهلي على اخر استعدادات الفريق لمباراه الغد امام الاتحاد السكندري، مباراه غايه في الاهميه لان هي مباراه بطوله، المباراه اللي من خلالها باذن الله تقدر تحسم اللقب. فبالتالي الفريق بيختتم استعداداته النهارده في تمرين، بالتحديد كان في تمام الساعه 4:30 عصرا، تدريبات كانت مهمه جدا. بعد التدريب هيستقر الجهاز الفني على القائمه، المباراه القائمه هي الموجوده يعني، بس انا قصدي على التشكيل وكل هذه الجزئيات. وان شاء الله باذن الله الفريق يكون موفق غدا، الامور ماشيه بشكل طبيعي جدا ومميز. عايز اطمن الناس على عمرو السوليه، حالته مطمئنه جدا، لكن نسب الدفع به في مباراه الغد امام الاتحاد السكندري ضعيفه شويه، لان مفيش وجه للاستعجال بالنسبه للدفع بعمرو السوليه، خصوصا ان انت عندك وفره في المركز ده وبيتالق ديانج وبيتالق حمدي فتحي كمان. فده كمان فيما يتعلق بتدريبات النادي الاهلي الاخيره استعدادا لمباراه الغد امام الاتحاد السكندري. هروح لفاصل سريع.